الحرف الجديد اليوم هو الق. الق صوته كتير قوي لأنه هو صبي قوي كتير. راسه كمان بيشبه الدائرة الصغيرة وعنده رقبة وبطنه بيشبه الدائرة يلي ما سكرناها، وعنده نقطتين فوق راسه مثل القبعة أو شخطة فوق راسه. بهيدي الحالة بيكون واقف لوحده. في خبي بطنه، بمحي بطنه، منصير نشوف إيده، وكمان بيكون واقف بالأول، أو بخبي بطنه ومنشوف ايدتين، يكون عم بيمسك اتنين من اصحابه، او بخلي بطنه بمد ايده على ميلة اليمين وبيكون واقف عم بيمسك حدا واحد من رفقاته. ما بننسى الشخطة فوق راسه او النقطتين. اصوات القا هن قا 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 قو 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 قي 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 قي